مع باتا. يقوم بتحكيم النهارده هذه المباراه الحكمتان سولي أميدا وسومبيدا من أربي سي جنوب افريقيا، ومعاهم على الترابيزه الميقاتي والمسجل من مصر في مصطفى وفايزة حسين. بدأنا اللقاء، نادي الاهلي اصبح على شمالنا بلبسه الازرق النهارده، المباراه الاولى ايضا باللبس الازرق والمباراه الثانيه ايضا باللبس الازرق. وكيمو دايناميك على يمنا باللبس الاحمر والشورت الاسود. دعاء حلمي داخله، دعاء حلمي في وسط الملعب. طبعا الفرقه الافريقيه بتلعب او الكاميرونيه بتلعب 6-0 بحته. يلا يا دعاء، اول رميه جزائيه على ما اعتقد حسبت فاول. ورميه يا سلام عليها، تسديده قويه من دعاء حلمي بتسجل فيها الهدف الاول. كل التوفيق لفريقنا النهارده. على يمين اماجا باكي بتسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه الاولى. اذا واحد النادي الاهلي لا شيء. دايناميك الكاميروني، ودقيقه كامله عدت، دقيقه كامله عدت. رابية حره صالح الفريق الكاميروني، وادي ياسر صلاح قدامنا، وهنشوف هتعمل ايه في وسط الملعب. ناتاشا بتعدي، لكن قصادها نصرة موقفاها كويس. والوافده من نادي سبورتنج النهارده ياسمين صلاح الدين، وتسديده قويه. لكن يا سلام عليك يا ساره، غاده حسام بتاخد اول كوره من ناتاشا رقم 19، هي اقوى لاعيبه فيهم على الاطلاق، وشعرها طويل مميز. ناتاشا نادي الاهلي. دعاء حلمي في اليمين، وفي نص الملعب نصرة عيد عبد الملك، طلعت لها الجناح سارة الخولي لنصرة عيد لدعاء اتمسكت وخدت فاول. تحركات دعاء النهارده تفرق كتير قوي 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 في خط سير هذه المباراه. رمية حرة لصالح النادي الأهلي. ياسمين داخلة وبتشوط، لكن كادت أن تفعلها، لكن الحمد لله دخلت، وأصبح الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي عن طريق ياسمين. ياسمين خطفت نصرة، لكن فاول بيحسبوه حكام جنوب أفريقيا بي آر سي. ناتاشا مرة ثانية بتوصل لها، بتحاول تعدي، لكن يا سلام على الحظ، تسديدة كويسة لكن بتتصد الكرة في العارضة وبترجع تاني. يلا يا سلام يا سلام، معلش. مي هشام بتضيع كرة، ما تضيعش منها أبدا. معلش مي هشام، بتعوض الكرة الجاية إن شاء الله. ما زالت النتيجة 2 للنادي الأهلي 0. دايناميك الكاميروني، ان شاء الله نواصل على طول. تسديده قويه، لكن في فاول معاه، ودليل على كده النتيجه ما زالت 2-0 ما اتحسبتش. يلا ياسمين، ومي هشام بترجعها تاني، لكن اتخطفت. وياسمين خد الكوره منها، يا سلام عليك يا سلام. القوه هنا هي اللي خلت الكوره بقت مع لاعبات الكاميرون. وسط الملعب لماتشو لناجا لناتاشا بشمالها، بس كرة سريعة لكن بتطلع لها دعاء حلمي بتوقفها وبيعملوا 1-2، داخلة بمنتهى القوة من الخلف ناتاشا وبتسجل الهدف الأول. ناتاشا أطول لعيبة في الدورة يمكن تقريبا بس بالظبط مش عارف، هي تقريبا 190 سنتي. وشولا عندها مميزات القوة والجسم القوي موجود عندها،
يعني لازم نطلع لها من بدري يا كابتن ياسر. دعاء حلمي لياسمين ناصر صلاح الدين. ناصر صلاح الدين لدعاء حلمي بتاخد فاول، لكن نزلتها جميله على الدايره، واجمل هدف جميل ورائع من دينا شريف عشان النتيجه تصبح 3 النادي الاهلي 2 دايناميك الكاميرون. الكاميرون 3-2 في الدقيقه الرابعه من احداث الشوط الاول. ان شاء الله كل التوفيق للاعباتنا، كل التوفيق ليهم، بالله فرقه تقيله، لكن ان شاء الله هنجريها وهنبقى احسن منهم ان شاء الله ونكسب المباراه دي ان شاء الله. نتاشا خارج الملعب، نتشت كوره نتشه قويه خارج المرمى ما شاء الله عليها، يعني ربنا يكون في عون اللعيب اللي قدامها. فاول طبعا من ناحيه اليمين، هتلعبها رقم 6 سولا. سولا سنتر فورورد لناتاشا، بترجعها لفوسط الملعب لرقم 5 ما بانك بتنزل على الدايره وداخله وداخله. يا سلام يا غاده، يا سلام يا غاده، طلعت مظبوط قوي، لكن الحقيقه قدرت تسجل الهدف الثالث وهدف التعادل في الشوط الاول في الدقيقه 6. فتحت كويس قوي وراسلت لاخر مكان في الدايره بالنسبه طبعا للجناح، وقدرت تسجل هدف التعادل. اذا 3 النادي الاهلي 3 ديناميك الكاميروني. ياسمين الناصر، في 3 ياسمين النهارده في الاهلي، ياسمين صلاح الدين وياسمين الناصر ياسمين محمد، كل التوفيق لهم الثلاثة. سولا لنتاشا على اليمين، بسولا مرة تانية وفي وسط الملعب لنعجة رقم 3، تنزيل على الدايرة لكن طلعها الدفاع كويس، وتسديدة بتيجي في القائم وتلمها غادة. غادة حسام بتلمها كويس. ياسمين الناصر ونصرة نصرة على منها لدعاء في النص مرة تانية. نصرة هي بايفوت النادي الأهلي النهارده. ويا سلام عليك يا دعاء، يا سلام عليك يا دعاء، استلمت الكورة وتحركت صح، استلمت وطلعت وشاطت وسجلت الهدف الرابع للنادي الأهلي من مكان نموذجي للتهديف الحقيقة على يمين أما جاباكي. أما جاباكي 4 النادي الأهلي 3 الكاميرون. وغادة حسام بتصد، برافو يا غادة، برافو يا غادة، صد وتطلع. يلا يا نصرة، يلا يا نصرة. دعاء حلمي اللي تألقت في الشوط اللي فات ديت. نصرة بتوزع يمين وشمال وبتنزل على الدايرة وهي اللي بتاخد وبتشوط شوطة من الشوط بالشوطات المفاجأة، لكن حارسة المرمى رقم 1 أما جاباكي بتصد الكرة وبتطلع تبقى هجمة مرة تانية لديناميك الكاميروني. طبعا أنا في رأيي إن بطولة السيدات هتبقى قوية جدا جدا، لأن مباريات السيدات معظمهم لعيبة كبار خاصة بتوع أنجولا والكونغو. فاول عليها، فاول عليها أنجولا والكونغو، هتبقى مباراة رهيبة. كل التوفيق والتمنيات الطيبة للاعبات النادي الأهلي. حسبت فاول بعدين ترد علينا. الهجوم السريع جدا، الهجوم السريع جدا بيتعمل من سولا، لكن وقفت على كرتها ورجعتها. ناتاشا في اليمين، ناتاشا في اليمين لماتشو، لناتاشا مرة تانية، توصل في النص لناتاشا اللي داخلة وشايطة. الحمد لله، شيل يا غادة، شالت غادة، الحمد لله، الحمد لله في القائم، وبعدين تشيل غادة وترجع تاني. ياسمين الناصر تلم الكورة، تلم الكورة وتقف على كورتها ومستنية مساندة زملائها. دعاء حلمي لنصرة
نصر هي اللي لمت الكرة الأخيرة دي على فكرة. دعاء لمي هشام لنصرة، هل هتشوط من هنا؟ رجعت في كلامها بالفعل، رجعت في كلامها ياسمين صلاح الدين. دعاء بتوصل الكرة لغاية الجناح اليمين للنادي الأهلي، وتسديدة بس مزنوقة مزنوقة. سارة الخولي ودخلة جميلة، يا سلام يا سلام، هارد لك هارد لك ياسمين الناصر، دخلة بمنتهى القوة لكن حظها العاسر بتيجي في القائم الأيمن وبترجع لحارسة المرمى أما جاباكي، وتبقى هجمة مع الكاميرون مرة تانية. ناتاشا في وسط الملعب لصولا، لناتاشا مرة تانية اللي بتشوف شوطة قوية قوية قوية، بتسجل الهدف الرابع وهدف التعادل لفريق دايناميك الكاميروني. شفناها في الإعادة اهو، وصلنا الدقيقة التاسعة أعزائي الدقيقة العاشرة أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي. نصر عيد على شمالها لياسمين الناصر وتنزيل على الدايرة، يا سلام، حلوة حلوة جميلة جميلة جميلة. هنا النجمة النجمة المطلقة على الدايرة نور كمال بتستلم الكرة وبتلف وبتحطها، جميلة جدا، وبتسجل بيها الهدف الخامس للنادي الأهلي. هل هتاخدها فاول؟ فعلا خدتها فاول. نجيمة الباك اليمين، الباك الشمال مع دعاء، لا مش دعاء حلمي ديت. تسديدة قوية لكن غادة حسام بتصد وبتشيل. المفروض دي دينا شريف لكن تقريبا الرقم متملين غلط. دنيا شريف هي رقم 8 وهي سنتر فورورد النادي الاهلي، وهي اللي جابت الجون الاخراني الجون الاخراني في الدقيقة العاشرة. يلا دعاء حاول تعدي، حاول تعدي، حاول تعدي، ما قدرتش تعدي. صار الخولة رجعت لها الكرة، نصرة يا سلام، قوية 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 لكن خارج المرمى، خارج المرمى من نصرة. عيد عبد الملك، ترجع الكرة مرة ثانية ليها ناتاشا، ناتاشا في وسط الملعب للنانا مو اللي خدت مكان سولا. نانا مو عدت ودخلة، يا سلام عليك يا سارة، يا سلام يا سارة، منعت هدف مؤكد لنادي دايناميك. ناتاشا مرة تانية بتاخدها منها تاني، وتسديدة قوية 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 على يمين سارة حسام، بتسجل بيها الهدف الخامس وهدف التعادل لفريق دايناميك الكاميروني. خمسة النادي الأهلي، خمسة دايناميك الكاميروني. نصر عيد عبد الملك لياسمين الناصر، بتعدي، عدي الدعاء، يا سلام يا دعاء، يا سلام يا دعاء، لكن للأسف 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 حسبها 6 متر، لكن هي نزلت هنا النتيجة 6. هدف عن طريق رقم 6 سولا، عدت، ايوه فعلا كده النتيجه 5-6، وكده يبقى 6-5 6-5 لصالح الفريق الكاميروني، لان الكره اللي فاتت دعاء حلمي عملتها كويس قوي لكن للاسف دست على الخط فحسبوها الحكام حكمتي اللقاء 6 متر. يلا يا نصره على يمينها لدعاء حلمي لرندا الناصر اللي ياسمين الناصر، ياسمين داخله وبتشوط، ياي خارج المرمى خارج المرمى. وطبعا مش عايزين الكرة دي تيجي جون يا جماعة،
مش عايزين نتيجة جول. نتاشا طلع لها نصرة، ياسمين كويس داخلة معاها، داخلة معاها سارة هشام، عملت فاول فعلا لكن وقفتها كويس. يعني اللعيبة دي مش لازم تتساب بصراحة، حتى لو الكرة مش اللعيب شايف انها مش هتيجي جول برضه ما تسيبهاش. اتحسبت رمية جزائية، ودي الرمية الجزائية الأولى في المباراة لصالح الفريق الكاميروني في الدقيقة 16. كمباتا وغنجلو ويصدق ويصدق لميها لمي تمام الحمد لله، برافو يا هند، صدت الكوره وتلعب برافو، عملت اللي عليها، صدت الكوره من الخطيره. تويا تويا هتشوفها مره ثانيه رايحه بايديها الشمال بتوقف الكوره وبتتابعها وبتعمل فولو عليها، برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي. دعاء للخولي معديه، يا سلام عليها، تعدي كويس قوي مي، لكن اتزقت زقه جامده خدت فاول. دي مش مي والله، دي اسراء سيد احد النجوم اللي راجعه من الاصابه، كل التمنيات الطيبه ليها، لان دي مستوى لما بيعلى مستوى المباراه بيعلى قوي قوي قوي. يلا دعاء دخلت جامد، دخلت اسراء لكن وقفاها وقفاها نانا مو، لا يا مو مش كده يا مو. يلا نصرة دعاء اسراء طلعتها لساره الخولي بتحاول تخش لكن داخله في وسط اثنين بيوقفوها طبعا. اتحسبت فاول عكسي، فاول عكسي على النادي الاهلي. نتاشا خليكي معاها، قوم ما تسيبهاش يا نصر عيد، برافو عليكي برافو عليكي، خلتها بصت الكوره وحش، بصت الكوره وحش وطلعت تبقى رميه مرمى للنادي، رميه جانبيه للنادي للاهلي. خمسة خمسة و17 دقيقة إلا 10 ثواني، كانت لازم تطلع منها بسرعة دي قديمة. ياسمين لإسراء لدعاء حلم اللي عملت فاول عكسي، راحت فعلا لغايه عندها ولفت فتحسبت الفاول عكسي. برافو برافو نصر، كانت هتقطع الكره لكن التمريره كانت اسرع منها فعدت نتاشا ودخلت جابت نانا مو، جابت الهدف السابع ل تايم اوت بيطلبه النادي الاهلي، تايم اوت النادي الاهلي بيطلبه. نتيجة ما زالت خمسة النادي الأهلي ستة نادي دايناميك الكاميروني. بنذكر حضراتكم بالمجموعات في السيدات مجموعتين فقط، المجموعة الأولى الأهلي معاه بريمو الأنغولي وكارا الكونغولي وهيرتاج الكونغو الديمقراطية ودايناميك الكاميروني اللي هو بيلعب دلوقتي مع النادي الأهلي. المجموعة الثانية أربع فرق بس، فابل الكاميروني وبترو أتليتيكو و الانغولي وابو سبورت الكونغولي وهابيتات الايفواري. بعض اللقطات من المخرج للاهداف اللي جت النهارده. نتاشا نرجع تاني للقاء، نرجع تاني للقاء. ٩٨ ياسمين محمد هي اللي بتلعب في الفيرود دلوقتي. دعاء حلمي لإسراء لرقم وقعت منها، وقعت منها والفاست بريك. برافو يا غادة، برافو يا غادة، طلعت قطعت الفاست وردت على طول لنصرة. عدي يا مي، عدي يا مي، يا سلام يا مي، يا سلام يا مي. معلش معلش وقعت منها، وقعت منها، رجعت للجون نتاشا
ناتاشا طبعا هي صاحبة البصمة والختم لفريق دايناميك الكاميروني. 5 النادي الأهلي، 6 النادي دايناميك الكاميروني. تمريرات وتجهيزات كلها لناتاشا، هتيجي من خلف وتسديده، لكن غدا كويس. برافو يا غدا، برافو يا غدا، برافو يا غدا. طلعت نصر عيد بتعمل فاول، بتوقف الهجمه، لكن هي على اي حال من الاحوال الهجمه هتبتدي، كان لها لسه جديده. بتطلع نصر لناتاشا، وده كويس انها قوتين متقاربتين. ناجا لناتاشا، خليك معاها عشان ما تن... برافو يا نصر، برافو يا نصر، كده حلو قوي، توقفها بسرعه قبل ما توصل للتسعة متر، برافو عليك. سومي وتسديده قويه لكن خارج الملعب. على مهلك يا ساره، على مهلك يا ساره. رندا ياسمين الناصر، ياسمين الناصر، وتنزيل على الدائره لياسمين و لاست على الخط، لاست على الخط، ترتد بسرعه ناتاشا للجناح اليمين بتاعها اللي داخله بتشوط وبتسجل الهدف السابع لفريق دايناميك الكاميروني. اعتقد انها نزلت لكن اتحسب الهدف السابع. 7-5، 7-5، وبنلعب في الدقيقة 19. دعاء حلمي، ياسمين بتقع منها او ما بتوصلهاش، لكن بتاخد فاول، بتاخد فاول. ياسمين كشكوش معديه معديه معديه، لكن بتاخد فاول. كشكوش بتلعب في الهجوم فقط تقريبا. دي خدت رميه جزائيه، كويس كويس قوي، رميه جزائيه. مين اللي هينفذها؟ هنشوف. كشكوش هي اللي عملت الفاول ده، كشكوش اللي هي شيماء عماد الدين. وادي بدا الجمهور يتفاعل مع النادي الاهلي. هنشوف البنالتي، 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 واتصدت للاسف، لكن رجعت 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 تاني مره تانيه. حاولي تخش وتعوضي، حاولي تخش وتعوضي. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. صلاح حسام تلم الكره وتخش وتشوط وتسجل الهدف السادس للنادي الاهلي. اذا الرميه جزائيه مفقودة، لكن الهدف السادس للنادي الأهلي بعد رمية جزائية عن طريق سارة حسام. سارة حسام أخت غادة حسام. تمريرات في المنطقة الخلفية لناتاشا، لنجيمة، هتوصل لناتاشا طبعا. ناتاشا كويس، نصر طلعت لها. نصر برافو يا نصر، برافو يا نصر، وشايف برضه على طول بتطلع تساعدها نور كمال، ياسمين محمد، ياسمين محمد عفوا، رقم 98. في تايم اوت هنا الطلب، يبقى ده التايم اوت الاول للنادي الاهلي اتعمل، والتايم الاوت اللي دايناميك الاول ايضا اتعمل. قانون هنا بيسمع القانون بانك تاخد ممكن في الشوط الاول 2 تايم اوت، وممكن في الشوط الثاني 2 تايم اوت. بمعنى لو خدت في الشوط الاول 2 تايم اوت، يبقى انت من حقك 3 تايم اوت، يبقى هتاخد في الشوط الثاني تايم اوت واحد بس. انما لو خدت في الشوط الاول تايم واحد، يبقى هتاخد في الشوط الثاني 2. بس برضه في شرط، لازم التايم اوت يتعمل بالنسبه للي عايز يعمل شوطين، ده 2 تايم اوت، لازم يعمل الاولاني قبل الدقيقه 25، قبل الدقيقه 25 من الشوط الثاني، يبقى كده من حقه ياخد التايم اوت الثالث. انما لو ما خدش، لو ما عملش التايم اوت في الوقت ده، بيتحسب له تايم اوت واحد بس. 7 الدايناميك الكاميرون، 6 النادي الاهلي، 6 النادي الاهلي، وتقريبا 10 دقائق على نهايه الشوط الاول، ونتيجه 6 الاهلي 7 دايناميك الكاميروني. داخله في حته مساحه واسعه، مساحه واسعه، دخلت دخلت وسجلت رقم 10 نانا مو. 8-6 الأهلي، 8.
دايناميك الكاميرون. في تغيير هنا في المراكز. خش دعاء حلمي. دعاء وكشكوش في الخط الخلفي. ومعهم ني واسراء. وياسمين قدام. هي وساره الخولي وتسديده قويه. اهو كده اهو كده. برافو عليكي برافو عليكي يا دعاء يا حلمي. سجلت هدف من التسديد على طول. يا سلام طالعه نموذج طالعه نموذج وبتسدد نموذج في مكان النموذج على شمال اثيمو على يمين اثيمو. بتسجل الهدف السابع عشان تبقى النتيجه 7-8 الكاميرون دايناميك. وبنلعب دلوقتي في الدقيقه 23 وشكرا للكنترول. فيها 23 يعني 6 دقايق ونص او 7 دقايق اللي فاضله. داخله معها غاده حسام لكن قدرت تسجل بقى الهدف التاسع في الدقيقه 23 ايضا. دعاء حلمي كشكوش وسط الملعب بتتحرك معها اسراء لياسمين بتحاول تعدي كشكوش لكن مخبوطه خبط جامد فبتاخد فاول. وكمان في دقيقتين هنا اهو مشاوره دقيقتين بس مش واضح على مين. لا انذار فقط انذار على دايناميك الكاميرون. يلا كشكوش يا سلام يا سلام خدت فاول على اي حال. ما زالت الكوره معانا مع لاعبات النادي الاهلي. ياسمين لكشكوش على شمالها لساره لاسراء. دعاء يا سلام يا دعاء يا سلام يا دعاء يا سلام يا دعاء. هايله هدفين ورا بعض بنفس الاسلوب في مكانين مختلفين. واحد في على العارضه اليمين والثاني على العارضه الشمال. برافو يا دعاء برافو يا دعاء برافو يا دعاء. 8 النادي الاهلي 9 دايناميك الكاميروني. ودخلنا على الدقيقه 25 اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي. يا مسهل يا رب. اللعيبه بتادي اللي عليها وزياده وان شاء الله التعاون والمكسب باذن الله يرجع للنادي الاهلي. ساره حسام بتطلع كره على فاول 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 فاول. وقفت بخبره وقفتها فعلا باربع خطوات يا راجل. برافو برافو الحكام برافو الحكام من جنوب افريقيا برافو الحكام من جنوب افريقيا. كورتين فعلا هنا فاول وفعلا هنا فاول. اسراء كشكوش ظبطت وسط الملعب بصراحه. ولو في تعاون كمان مع السنتر فورد اكتر من كده هيبقى افضل بكتير. اسراء لدعاء حلمي. يلا يا دعاء يلا يا دعاء. اتاخرت سنه اتاخرت سنه وقعت الكوره. اتحسبت فاول اتحسبت فاول. سولا رقم 6 لناتاشا لناتاشا اللي هيطلع برا. ايوه كده كويس يا ياسر وبيزا. يعني انا طبعا ما بحبش حكايه ان يبقى مخصص مان تو مان لكن الظروف تحتم ذلك. سولا مره ثانيه في وسط الملعب على يمينها لميجرينيسي لناتاشا اللي هربت اللي هربت اللي هربت ودخلت وشاطت وسددت. هربت ودخلت وشاطت وسددت وبتسجلت الهدف العاشر لدايناميك الكاميرون في الدقيقة 26. طبعا الكرة هنا لمست وش غادة حسام. سلامات عليك يا غادة. انت فدائية النادي الاهلي وفدائية حراس مرمى وشفناكي في نهائي الكاس عملت ايه في الكرة اللي عدتك ترطب وجهك وجسمك كله لدرجة انك خبطت في العارضة. فعلا فدائية عظيمة يا غادة حسام. دعاء اتصدت في البلوك. طلعوا لها طبعا ثلاث كور ورا بعض. لا هنا في ايه في ايه ليه فاست بريك السرعة شيلها غادة شيلها غادة. لكن للأسف ترجع يا على الحظ يا على الحظ ترجع لهم مرة تانية وتشيل يا غادة. برافو يا غادة 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 برافو عليكي برافو عليكي. ثلاث كور ورا بعض في ثلاث هجمات منهم هجمتين
منتهى القوه والسرعه في الاداء والتسديد وفي كل شيء. برافو يا غاده. يلا يا اولاد نجيب الكره دي بقى، نجيب الكره دي. ايوه كده، ايوه كده يا كشكوش. دخل الكشكوش من منطقه وعره فعلا، لكن قدرت تعدي، سيطرت على مجريات الامور بالحركه الجسمانيه يمين وشمال في الهواء، ودخلت وبرجليها الشمال طلعت وعملت السلم وطلعت وشاطت وسجلت الهدف التاسع في الدقيقه 28. الحمد لله. يا معلش معلش، ناتاشا مش مكتفيه انها بتشوط من بره، بتعمل تسقيطات على الدايره رائعه الحقيقه. دخلت وغاده عملت اللي عليها، لكن منتهى القوه من سولا. سولا الشولا 11، رجعنا فرق 2 مره ثانيه. 11 9 9 النادي الاهلي، 11 دايناميك. سارة الخولي لدعاء، لكن النبادي بعدت حوالي متر، فبانت الكرة فتصدت الكرة رجعت تاني على النادي الأهلي. وحضراتكم لاحظتوا بتيجي ناتاشا دي من الآخر، تفضل جاية على مهلها عشان تظبط الأمور، ما توقفوهاش لوحدها، بتحاول رغم انها عملت اربعه بالفعل وتفاول عليها. يلا يا ساره، يلا يا غدا، يلا يا غدا، يلا يا غدا، الاسراء. ياسمين اللي بتلعب سنتر فيرود النهارده، ياسمين توصل لدعاء لساره الخولي وبتاخد فاول، تاخد فاول. ياسمين بتلعب الفاول لكشكوش لإسراء. في حاجة بقى هنا، في حاجة هنا، داخلة بإيديها معاها، مش عايز أقول في رقبتها، إنما موقفاها بخطأ. شوف بص إيديها فين، طبعا خدتها وصلت فعلا لرقبتها. ناتاشا يلا ناتاشا، أيوة كده طالعة بمنتهى الهدوء، لكن المهم تطلعي، ويا ريت نركز عليها والله. يعني لو الكباتن ياسر وبيسا يعملوا تركيز شوية عليها، هتغلط هتغلط، وممكن تطلع تاخد دقيقتين في دقيقتين وتطلع بره الملعب. ياي على القوة في الدفاع. إسراء مرة تانية، لكن بتاخد فاول. يلا كشكوش عدي عدي، طلعت عليها وقفتها وقفتها، مسكاها مسكاها الحقيقة مظبوط. تسديدة واضحة شوية لكن بتصدها بتصدها. ترتيب هجومي بالتنظيم عشان طبعا ناتاشا بره، لسه فاضل لها دقيقة وبنلعب في الدقيقة 29، يعني فاضل أقل من دقيقة وتنزيل على الدايرة. برافو الدفاع، برافو الدفاع، معلش اتحسبت فاول علينا، ماشي برافو الدفاع. وتسديده قويه خارج الملعب من رقم 19 ناتاشا، بس انا سامع في هل دي تايم اوت بالفعل ولا تايم اوفر؟ لا دي كده تايم اوفر، بعد التسديده دي تايم اوفر، يعني الشوط الاولاني كده انتهى. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبنتيجه 9 النادي الاهلي 11 نادي. ازاي يا كابتن؟ طيب ماشي. ما زالت النتيجة 9 النادي الأهلي 11، وبنشوف بعض الألعاب اللي اتعملت، الأهداف اللي اتعملت خلال المباراة. هدف جميل جدا من سارة حسام،
وإضاعة حلمي المتألقة ثلاث أهداف بشمالها نوعت يمين وشمال على حارس المرمى. أيضا نتاشا النجمة الكبيرة بتاعته. لكن بالفعل انتهى الشوط الأول وبكده يعني الشوط الأول ينتهي بنتيجة 9 النادي الأهلي. ومع فاصل ونعود. سلام عليكم. طيبة لها النهاردة إن شاء الله. وهذه لعبات النادي الأهلي النهاردة. النادي الأهلي طبعا كنت عايز أطمئن على غادة حسام لأنها اتخبطت في وشها. معلومة جيدة من الكابتن أميمة والكابتن فوزي. غادة حسام اتخبطت في وشها في الشوط الأول وطلعت ساعة الرمية الجزائية وما كملتش الشوط الأول. عايزين نطمئن عليها بس. يا ريت مراسلنا هناك يطمنا على غادة حسام. غادة حسام زمايلها أمنية خالد وهند أشرف. يارا خالد في الملعب ومعها دينا شريف وياسمين الناصر، إلهام عيد ودعاء حلمي، سارة حسام، سارة الخولي، مي هشام، دينا خالد صقر، إسراء سيد، ياسمين وحيد، ياسمين محمد، مي علي، وشهد الشواربي، وشيماء عماد. الجهاز الفني والإداري بقيادة بيسا حسني، كابتن الكبير وحارسة مرمى مصر والنادي الأهلي ومدربة النادي الأهلي على فترات طويلة، معها الكابتن الخلوق ياسر صلاح والكباتن صلاح الدين إبراهيم وسميرة جمعة والدكتور محمد عوض وكابتن الكباتن سيد أمين وكابتن محمد فهمي. دايناميك هيبقى على شمالنا بلبسه دايناميك بيمثلوا النهارده أثيمو، أماجا، باكي، مانجا، ناجيما، ماتشو، سولا، غاسيا، نانا، مو، ناجا، توبا، ميجرينيز، ليا، موتا، ناتاشا الخطيرة، ناتاشا، نيكولا، ماتيك، ومابا، فيك. أما الجهاز الفني والإداري ليهم سيرجي وجاستن وشارلز. بدأ الشوط الثاني. كل التوفيق والتمنيات للنادي الأهلي بالفوز بهذه المباراة. ومهما قلنا صعبة أو مش صعبة، إن شاء الله إن شاء الله بعون الله ولاعبات النادي الأهلي يأدوا المجهود اللي عليهم. وياسر يقرأ المباراة هو وبيسا كويس قوي. إن شاء الله هنعدي هذه المباراة. النادي الأهلي بيلعب على يمنا ونادي دايناميك على شمالنا بلبسه البرتقاني والشورت الأسود. أول فاول في الشوط الثاني حوالي أقل من دقيقة عدت. ورقم 6 سولا لناتاشا اللي بتلعب في الشمال دلوقتي وبتحاول تنزل لكن رجعت لناتاشا بتعدي لكن معاها إسراء. إسراء هل هتديها حاجة؟ فعلا ادتها دقيقتين. إسراء سيد بتاخد دقيقتين لأنها كملت مع ناتاشا زي ما شفنا في الإعادة أهو. ناتاشا هتلعب الرمية الجزائية. إن شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. أمنية خالد. ناتاشا أمنية. عدت قوية جدا 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 وبتسجل بيها الهدف ال 12 في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني. إذا 9 النادي الأهلي 12 دايناميك الكاميروني. يارا شحاتة أو يارا خالد شحاتة في الشمال توصل مرة تانية لياسمين. ياسمين الناصر صلاح الدين اسمها بالكامل. كشكوش بتحاول تعدي لكن دفاع قوي قوي. لذلك أنا بتمنى إن لعيبة الأهلي ما يوصلوش لغاية مرحلة الالتحام بالجسم. طبعا بتصر إنها تلعب في مكانها وده حقها الطبيعي. كشكوش مرة تانية لياسمين الناصر. ياسمين الناصر لكشكوش. عدي يا كشكوش، عدي، كملي وكملي بايدك. كنت على طول يعني تسببت لها في عقوبه شخصيه ليها على الاقل دقيقتين. انا نفسي كباتن يركزوا على تاشا عشان تاخد دقيقتين. في دقيقتين نرتاح منها لانها قوه كبيره قوي. ياسمين بتقع منها بتحاول تبصيها بالعرض لكن مي هشام ما بتلحقهاش وبتطلع خارج الملعب وترجع تبقى هجمه كاميرونيه لدايناميك الكاميروني.
ناتاشا في الشمال لنانامو، لناتاشا مرة تانية بترجعها بتحضير رائع الحقيقة. كويس الحمد لله قفلنا الزاوية دي، والجناح اليمين ده اتقفل تمام، لكن الدفاع ناتاشا قادمة من الخلف ومنتهى القوة والتسديد الرائع، بتسجل رقم ستة سولا مش ناتاشا اللي سجلت الهدف ده. لا سولا فعلا اللي سجلت الهدف ال 13 لنادي دايناميك في الدقيقة الرابعة. ياسمين الناصر مرة ثانية بتجيلها الكرة، إسراء توزيعات مختلفة. دينا شريف نزلت الملعب اهو، نزلت موجودة في الملعب، عدت جميل، يا سلام يا سلام، عدت جميلة جدا يا رشحاتة، لكن غيرت رأيها في التسديد في البعيدة ولا في القريبة؟ ده رأي الشخص، لأنها راحت تمام وغيرت رأيها وهي بتشوط، كان المفروض إنها تشوط في الأرض في البعيدة أو ما بين رجلين حارسة المرمى، كان بقى أفضل بكتير. على أي حال ما زالت النتيجة 9 النادي الأهلي 13 دايناميك الكاميروني. ناتاشا بتعملها وحشة، بتوصل ل ماتيا، تسديدة قوية بتسجل بيها الهدف الرقم 14. دنيا شريف أو دينا شريف، يا سلام يا سلام، كان المفروض لازم يبقى في مقابلة أسرع من كده بشوية. كشكوش هتعدي، راحت برضه لغاية جسمها وقفتها ورجعت، وياسمين بتشوط اهو كده اهو كده. ياسمين برافو ياسمين، برافو ياسمين، في الدقيقة الخامسة بتجيب الهدف. دي نصر عيد، عفوا نصر عيد عندها إمكانيات عالية ولاعيبة كبيرة وتقدر على التسديدات من كل الاتجاهات. شد حيلك يا نصر، تسديدة قوية. على يمين حارسة المرمى بيسجل بيها الهدف ال 15. تسديدة قوية في الزاوية البعيدة قوي، صعبة فعلا على حارسة المرمى هند، لكن كشكوش لياسمين، ياسمين الناصر لنصرة، عدت وشاطت وجاب الجول. برافو يا نصر، يلا حمسي لعيبتك وزيدي معاهم، حمسي وزيدي معاهم، برافو عليك، ايوه كده، برافو يا نصر. الهدف ال 11 الهدف العاشر نصرة جابته، والهدف ال11 ايضا نصرة جابته في الدقيقة الستة. اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي، 11 الاهلي 15. رمية جزائية دخلت معاها، هنشوفها سولا نزلت لها الدايرة كويس قوي، رمية جزائية على أي حال، دي الرمية الجزائية الثالثة لنادي دايناميك سبورت. الله، هند ها، ويا سلام يا سلام، الحمد لله خارج المرمى. مين من ناتاشا، ناتاشتها بره، كويس قوي، ناتاشتها خارج الملعب، ناتاشا خارج الملعب. ترجع تاني كرة مع النادي الأهلي، ترجع الكرة مع النادي الأهلي، ونصرة أو كده، يا نصرة أو كده كده، أنت الكرة اللي جاية نزليها على الدايرة بقى، تنزل على الدايرة لأن كله هيتجمع عليكي في الكرة اللي جاية إن شاء الله. إذا نصرة بتحقق الهدف ال 12 للنادي الأهلي، فاول هنا لصالح دايناميك. اتناشر النادي الاهلي 15 دايناميك الكاميرون، وبنلعب في الدقيقه السبعه من الثامنه من احداث الشوط الثاني. سولا تسديده قويه خارج الملعب، الحمد لله. يلا غدا دينا شريف لاعبه الدايره مميزه طبعا. نصرة لياسمين،
طبعا ما تقدرش تعدي لان خلاص وصلت للحته الصعبه قوي مع ناتاشا. ياسمين الناصر لنصر عيد بتشوط النبادي. زي ما قلت لكم لو كان الكره دي لو طلعت او سقطت على الدايره كان افضل، كانت هتلفت انتباههم انها ما بتلعبش لوحدها، ده اللي انا اقصده. ياسمين وحيد لنصر عدي عدي شاطت وزق شاطت وزقت ورميه حره. برافو يا نصر، برافو يا نصر، بس كده انت هتضيعي مجهودك. يعني حاولي تعملي جماعي لمده دقيقتين، الهجمتين اللي جايين دول هتفرق معاكي اكتر بكتير. دينا شريف، معلش دينا شريف بتباصي لياسمين الناصر لكن بتقع على رجليها الكوره وترتد سريعه. نزلت نزلت نزلت، لا والله حسبتها مرمى، حسبتها هدف، حسبتها هدف للرقم خمسه اللي نزلت، اكيد نزلت، هنشوفها هي مره تانية نزلت قبل ما تشوط فعلا، قبل ما تشوط فعلا، لكن الحكمة هنا كانت وشها على الجون على الكرة مش على رجل اللعيبة، عشان كده اتحسب الهدف. إذا 16 دايناميك 12 الأهلي، ولعب خشن شوية من ناتاشا، من ناتاشا على ياسمين. خديها، معلش رد فعل دينا هنا ما لحقتش تدي الكوره او تنط على الكوره، ما شافتهاش مظبوط. يلا يلا يا اولاد صحوه كمان كده، نجيب الكوره دي عشان هم بيركزوا ان يعلوا الاهداف. طبعا النادي الاهلي بيلعب في ملعبه وسط جمهوره والفرقه دي ما بتهزرش، افريقيا عارفاها كويس قوي. يلا غاده، يلا غاده دي اسراء، يلا اسراء معلش، حسب لها فاول وهتطلع ياسمين الناصر تغير. يلا اسراء، لا ما تعديش، لا ما تعديش، ما تعديش لانك انت بتخش كده عند ناتاشا، وناتاشا دي صعبه شويه. يا اسراء سيد ياسمين خدت فاول طبعا دينا لاسراء لنصر عيد اللي خدت وسط الملعب دلوقتي، خدت وسط الملعب ليا رشحاتة، يا رشحاتة ياسمين اطلعي وشوطي ياسمين. اتأخرتي 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 اتأخرتي، معلش معلش معلش، اطلع اطلع ارجع ارجع ارجع. ناتاشا خدت الكرة بنتش قوي جدا لكن اتحسب لها الفاول لصالحها. واتحسب الفاول من الاول عند دينا شريف. هترجع لها تاني طبعا هتاخد. يا سلام يا سلام عليك، يا سلام يا غدا، يا سلام يا غدا، صدت وطلعت الكرة بأريحية. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، نصرة ايوه عايزك تهدي شوية علشان معلش معلش الكرة ما شافتهاش. يلا اسراء اسراء لياسمين، اطلع يا دينا اطلع يا دينا اطلع يا دينا، ما طلعتش دينا معلش. دينا طبعا ما طلعتش لانها كانت ممسوكه من ايديها الشمال تماما. يلا ياسمين ويا سلام على العارضه، يا سلام على العارضه. طب كويس رجعت لنا مره ثانيه وكده، حتى لو في لعب سلبي تبقى بتاعتنا العارضه والبنالتي وحارس المرمى. اي حاجه ثانيه لا، اسراء بتحاول تعدي رجعت النصر مش يا سلام على التنزيل الرائعه، ياي يا 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 يا، حسبتها على دينا شريف 6 متر. عدت وغدا تشيل، عدت وغدا تشيل، برافو يا غدا، برافو يا غدا، برافو يا غدا، هايله هايله هايله، بسم الله ما شاء الله عليكي، بسم الله ما شاء الله عليكي، حبينا نطمئن والحمد لله رجوعك سالم غانم ان شاء الله. يعني جوان على الدايره صعبه شويه. الناصر نزلت الملعب، ياسمين بتظبط الدفاع، هي دفاعها هايل الحقيقه. وغاده هنا بتقول لهم يا جماعه انا بشيل، في تايم اوت الطلب، تايم اوت الطلب، وطبعا في تعليمات من
سيرجي الثلاث كور اللي فاتت او الثلاث هجمات اللي فاتت كان بالنسبه له فولت، يعني خطا في حاجه مش مظبوطه. نتمنى ان الكابتن ياسر صلاح والكابتن بيسا ايضا يتكلموا مع اولادهم، وان شاء الله 16 12 والشوط الثاني لصالح دايناميك، لكن ان شاء الله ان شاء الله بس نركز في التسديد اكتر، ان شاء الله نعوض الفتره اللي باقيه. فاضل حوالي 12 13 دقيقه 14 دقيقه. طبعا اللعب فيه شيء من السلبيه، فلذلك كابتن ياسر بيطالب باشاره اللعب السلبي. هتشوط شاطت على يمين غاده بتسجل الهدف ال 17 رقم 18 نجيمه. إسراء عيد 12 النادي الأهلي 17 دايناميك الكاميروني، وفاول على إسراء. دخلة بأريحية، لكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تصفيق حاد ونرفع لك القبعة. غادة حسام الحارسة الفدائية للنادي الأهلي ومنتخب مصر. برافو عليكي برافو عليكي، صدت كور كتير، يعني نسبة الصد عندها النهاردة تعدد 8% يمكن أو 7%. يلا دينا لنصرة اللي راحت تلعب دلوقتي في الشمال، ده مركزها الأصلي. هل هتستغله استغلال كويس؟ باص للكورة لكن اتقطعت عطليها فقط، ما قدرتش تعطلها ودخلت لغاية غادة حسام وسجلت الهدف ال 18. كانت معاها إسراء لكن ما قدرتش تحصلها، وطبعا كويس انها سابتها لان اللعب اللي زي دي ممكن يبقى فيها كارت احمر. إسراء عيد، إسراء سيد، لا لا سلام يا سلام، كادت ان تفعلها غاده حسام وتشيل الكره. نجيمه قطعت الكره منها وراحت لغايه 6 متر وحطيتها من فوق دماغ غاده اللي يا سلام حظها وحش في الكره دي. تايم اوت بيطلبه ياسر صلاح، وده طبعا حقه لان كده التهديف قل نوعا ما بعد ما نصرة جابت الهدف العاشر وال11 وال12 وقفنا عن التهديف لمده 8 دقائق اهو تقريبا. ان شاء الله ياسر وبيسا موجودين مع الفرقه اهو ويعالجوا الاخطاء اللي وقعوا فيها في خلال هذا الوقت. بنفكر حضرات الساده المشاهدين ان الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والداخليه طبعا في كره القدم في كاس مصر هتكون بعد نهايه مباراه السيدات المذاعه دلوقتي. هنرجع مرة أخرى بعد التايم أوت ما خلص وإشارته واضحة أهي وباينة. إسراء طبعا أوضح حضراتكم ليه هنا اللعيبة واقفة، لأن التايم أوت مدته دقيقة كاملة. بتطلع صفارة أو صافرة أو إشارة من الحكام بعد 50 ثانية من الدقيقة، معناها يا لعيبه ادخلوا الملعب لان بعد 10 ثواني هنبتدي. ففي ممكن زي ما حصل دلوقتي ان في لعيبه تخش الملعب قبل ال 50 ثانيه ما تخلص، فالحكام لازم تنتظر الدقيقه ما تخلص يبتدي بعدها يقولوا يصفروا لريستارتنج او للدخول في المباراه مره ثانيه. اسراء شاطت كوره رجعت علينا بعيد عن المرمى تماما، رجعت علينا. نانامو هي اللي واسكه وسط الملعب متحركه تماما، لعيبه هايله الحقيقه. الحمد لله كانت في اللجنه الطبيه اللي موجوده في اخر الملعب، لكن الحمد لله ما جاتش جون. عملتها كويس قوي 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 نانامو، وصلتها لغايه الجناح اليمين دخلت اللي هي مانشو
دخلت بمنتهى القوه، لكن حظنا كويس انها بتطلع فوق العارضه وخارج المرمى وخارج المرمى. باقي حوالي 13 دقيقه على نهايه الشوط الثاني والمباراه. يلا يا نصر حاول تعدي، حاول تعدي، لف بيها، كنت خدت دقيقتين. دي نشريف لكشكوش اللي دفع بيها مره ثانيه ياسر صلاح. نصرة، يا سلام يا نصرة، يا سلام يا نصرة. بس هي الفاول اتحسب لها فاول، معلش جايز عملت أربعة، وده رأي الحكام طبعا أولا وأخيرا مش رأينا مهما كانت الرؤية. يلا يا نصرة، أو أهو كده، أهو كده يا نصرة، أهو كده الهدف الرابع على التوالي ليكي، وال 13 للنادي الأهلي. إذا النادي الأهلي 13، نادي دايناميك الكاميروني 19 في والدقيقة حوالي 18 من أحداث الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية لفعاليات بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. الحمد لله نتيجتها بره ومتابعة جيدة جدا 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 من غادة حسام. نصرة لكشكوش، شيماء عماد تاخد فاول، يتعمل تبادل في الأماكن. إسراء راحت شمال وكشكوش في النص ونصرة على اليمين. نتمنى ان التغيير ده يصفر عن هدف او اهداف. ياسمين، نصرة الكشكوش، اسراء خش كملي 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 كملي، كنت بينتي المسكة الدراع ده اسراء. نصر عيد تاني، طلع الكرة بره، بالفعل بتعدي بتعدي، خدت فاول، خدت فاول. ياسمين، نصر بالعرض بس صعب قوي، لكن الحمد لله جابتها وخدت كده. اعتقد مفروض دي رمية جزائية، هنشوف القرار ايه. عموما فعلا رمية جزائية زي ما قلت لحضراتكم، رمية جزائية في الدقيقة 16. شكرا للكنترول. دقيقة 16 والنتيجة الأهلي 13 ودايناميك 19. وهتلعب الكرة دي نصر عيد، نصر عيد عبد الملك. يلا يا نصر، نصر وأماجو باس، أماجو باس، يلا نصر، نصر ونصر. يا سلام يا نصر، الهدف ال 14 والخامس على التوالي ليها. برافو نصر، حطيتها بإخداع جميل وبعقل واتزان، سابتها لغايه لما نزلت وزقتها بايديها من فوق دماغها. هدف رائع، هدف جميل من لاعبه جميله نصرة عيد. نصرة عيد لعيبه كبيره وعائله، مروه عيد واختها الهام وكله، يعني عيله كره يد كامله زي عيله بلال عوض واشرف عوض طبعا في النادي الاهلي. تمريرات سريعة جدا وبحنكة وبخبرة من اللاعبة دي بالذات، عجباني فعلا، عجباني فعلا. نتاشا اوعى اوعى، لا شاطط جري، مجرد انها تجري بشمالها على طول نتاشا تخطف الكرة، كان لازم الدفاع يطلع لها اسرع من كده. بنالتي بنالتي بنالتي، برافو يا دينا، اهو كده اتحركي تاخدي بنالتي في كل وقت والله، لان اللعيبة دي لعيبة جيدة جدا الدفاع الكاميروني، لكن عندهم القوة أزيد من اللازم. بص عطلتها، مين اللي عملها؟ مين اللي عطلها؟ الجناح الباك اليمين. يلا يا نصرة، إن شاء الله نصرة لينا. دخلنا على الدقيقة 17، نصرة وأماشا وأماجا، نصرة نصرة نصرة، طبعًا مش هتنزل النوبة دي، وشوطة وتسديدة وقوة ويا سلام على العال طالعة من قلبها. برافو يا نصرة، برافو يا نصرة. الهدف ال 15 للنادي الاهلي، تمام نقدر نقلل، فاضل لسه وقت ربع المباراه، نص الشوط الثاني، هو نص الشوط الثاني موجود لسه والله، الامل في ربنا كبير. المهم نتاشا دي لازم تقف من بعيد قبل ما تيجي هنا، وخلي بالك خلي بالك ممكن يتعمل عليكي سكرين، يعني ممكن يتعمل عليك عجز. تمرير راس المنطقه الخلفيه وباص للجناح الشمال وبترجع للناشا تاني. ايوه كده ايوه كده
كده حلو قوي، كده عاجبني. يلا يا نصرة لياسمين، كملي ورميه جزائيه، رميه جزائيه، برافو. وكمان دقيقتين على مين؟ على نجيمه، نجيمه اللي هي رقم 2 في القوه، و يعني هو قوه وخلاص، مش عايزين نقول وسعه، ربنا يبارك فيهم. عموما في اي حال من الاحوال لعيبه نتمنى لها كل الخير، لكن عملت فاول برميه جزائيه للنادي الاهلي. دقيقه 18 ونصره يا مسهل، ان شاء الله ان شاء الله. نصره نصره، معلش 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 معلش، انا شخصيا كنت متوقعها لكن معلش، لان ما ينفعش ثلاث كور ورا بعض لنفس اللاعب. معلش ياسمين في وسط الملعب، شيماء، عفوا مش ياسمين، شيماء، شيماء لإسراء، لشيماء مرة تانية، بتحاول تلف، بس طبعا القوة المفرطة للاعيبة الكاميرون قوية جدا، يعني الله يكون في عون لعبة الآلي فعلا. كشكوش عدي، يا سلام، لم يا دينا، لم يا دينا، ايوه كده، ما تسيبيش الكرة مهما يحصل. لا لا يا كشكوش، كان لازم تستني لحظة، لأن ما شافتكيش. كشكوش لإسراء، إسراء سيد لكشكوش، بتحاول تعدي، رجعتها لإسراء، يلا يلا، أهو كده أهو كده، برافو يا أولاد، برافو يا إسراء، برافو كشكوش، أهو كده، اصحوا 16 النادي الأهلي 20. دايناميك، وما زال والله الوقت معانا، ما زال الوقت معانا. ان شاء الله مع الجمهور المهيص ومالي صاله النادي الاهلي، مش مليئه على الاخر صحيح، لكن في كميه وافره من الجمهور اللي تخليها تخلي المباراه تبقى شيقه جدا. 20 دايناميك، 16 النادي الاهلي، ما زال دايناميك بيلعب ناقص، 3 4 5 فعلا بيلعب ناقص. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، امسكيها، برافو برافو، وقفيها كده صح، ارجعي تاني، معلش، لان دينا شريف دخلت جوه الدايره، لو كانت ثابته كان افضل، لانها رقم ثلاثه دخلت كانت خلاص بقت منهكه ناجه، لكن ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا غاده، يلا يا غاده، رمى جزائر الرابع الخامسه ليهم، يلا يا غاده، يا 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 يا، معلش معلش، الهدف رقم 21 في الدقيقه 21 ايضا لصالح نادي دايناميك مقابل 16 هدف للنادي الاهلي. كادت ان تفعلها غاده والله في الكره دي، رايحه معاها مظبوط جدا، لعيبه هايله، حارس مرمى من الطراز الفريد رقم واحد في مصر وفي افريقيا. اسراء سيد بتعدي، لكن طلعت لها طبعا المهوله رقم 18 نجيمه. يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، لا ما توصليش لغايه عندها بقى، لان الاثنين دول اقوى اثنين في الفرقه كلها. ياسمين، إسراء سيد، كملي، يا سلام يا سلام يا سلام يا إسراء، كملت كملت، سمعت كلامي ودخلت وشاطت وسجلت الهدف ال 17 عشان نقلل الفرق. يا سلام على الطيران والنموذج اللي بيتعمل، نموذج بيتعمل فعلا فعلا. إسراء سيد ودعاء حلمي، اثنين نماذج في التسديد من الخارج الدايره. النهارده كانت نجمه ايضا في التسديد من خارج الدايره، نصر من خارج التسعة متر عموما، نصرة عيد. تمام، اذا 17 النادي الاهلي، ونتمنى التقدم في الوقت الباقي، احنا بنلعب دلوقتي وصلنا للدقيقه 23. شكرا للكنترول، يلا يا غاده، يلا يا غاده، طيب نقف، نقف على كورتنا، نقف على كورتنا، برافو يا اسراء، نزلت دعاء حلمي، لسه بقول دعاء حلمي، وايضا كشكوش، الثلاثه الخلفي، يعني ان شاء الله ان شاء الله هنحرز الهدف ال 18 في الكوره في الهجمه ديت. اسراء لكشكوش، دعاء حلمي،
يلا دعاء. حلو، كملي كملي. بنالتي بنالتي، ايوه كده، هو كده. السرعه مع الناس دي افضل من اي حاجه. الاختراق بالسرعه، شوف الكره وصلت لها، راحت لها امتى؟ بعد ما فعلا دخلت وبدات التسديد. اذا رميه جزائيه، رميه جزائيه في الشوط الاول واحده، وفي الشوط ده خمسه اربعه. لكن الحقيقه هي شحاته. يارا يا سلام يا يارا، يا سلام يا يارا، يارا شحاته، يارا خالد شحاته بتسجل الهدف ال 18 للنادي الاهلي. كويس تغيير نصر عيد في الكره دي، لان طبعا دقيقه 23، دقيقه 23 و 23 47 ثانيه، 21 18، 21 18 و 23، يعني نقول 24 قربت تخلص. وخليك معاها، ما تسيبهاش، خليك معاها. رندا ياسمين الناصر، خليكي معاها برضو، ما تسيبيها ليه؟ لا معلش. الهدف ال 22 دي 24، فرق اربع اهداف، ست دقايق اللي فاضله، ممكن كل شيء ممكن. يا سلام عليها، يا سلام. مين؟ جون هايل من مين؟ من اسراء، اللي لسه بقول عندها ميزه الطيران، يعني بتفكرني بتالنت مثلا. طبعا لا، لكن تالنت حاجه تانية خالص. لكن والله النهارده بتعمل اسراء حاجات جميله جميله جميله، نموذج للاعبه كره اليد المجتهده بالفعل، تستحق الثناء والشكر. اسراء سيد. ناتاشا فين؟ ليه كانت هنا؟ ليه ليه كانت في وقع ليه؟ يلا القوة المفرطة. 23 19، 23 19، دخلنا على الدقيقة 25، 24 وخلاص على آخرها. يلا إسراء الله، عدي عدي، ايوه كده كده، عدي. تاخدي رميه جزائيه على طول، يبقى الرميه الجزائيه لصالح النادي الاهلي عن طريق النجمه ساره الخولي. ساره الخولي عدت عدت، لكن ممسوكه من بدايه الكلام وداخله، شاطت الكوره، عملت بنضه وطلعت. يارا شحاته مره ثانيه، يلا يا يارا ركزي يا يارا، ان شاء الله ان شاء الله هدف. يلا يا يارا 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 يارا، بتضيع يارا الهدف. الهدف معلش معلش، فرقه كبيره جدا بلعب، فرقه كان بتنافس على بطوله افريقيا العام الماضي، ولعبت في المباراه النهائيه مع انجولا، طبعا مع بريمير انجولا، وطلعت الثاني. يعني فرقه لا يستهان بها، عندها لياقه، وعندها اثنين صانع العاب او ثلاثه صانعين العاب، ثلاثه دي رقم ثلاثه ناجا. لو السرعه اللي فيها المفرطه بتخليها تعمل اختراق جيد جدا. اذا الهدف 24 للنادي دايناميك، ومعاها في تايم اوت، تايم اوت، تايم اوت للنادي الاهلي. يا ريت يجيبوا لنا الساعه دلوقتي. في بنلعب في الدقيقه 27، يعني فاضل 3 دقائق كامله. ان شاء الله نحاول نعمل فيهم شغل احسن من كده. وبفكر الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، انتظروا الاستديو التحليلي لمباراه الاهلي والداخليه في كاس مصر بعد نهايه هذه المباراه، مباراه السيدات في بطوله كاس الكؤوس الانديه الافريقيه. كانت اتزحلقت او وقعت يارا، لكن دخلت وتمكنت من الدخول لوحدها الحقيقه. يلا يا اسراء لكشكوش. ياسمين وقفت على كورتها ورجعتها، نصرة وقفت على كورتها ورجعتها تاني، نزلها على الدايرة. لو نزلت على الدايرة الكورة دي كانت اعتقد على الاقل على الاقل بنالتي، على الاقل. بص حضراتكم اهي جاية جاية لها، الصورة ما وضحتش قوي، لكن كانت بالفعل في الصورة الكلوز كانت باينة أكتر
مين كده؟ دينا شريف لكشكوش لنصرة. عدي يا نصرة، عدي يا نصرة. لا دخلتيها في الزحمة. عدي انت، عدي انت، عدي. وصلت لغاية أجسام اللعيبة، قوتهم تسديدة قوية لكن للأسف بتتصد. أماجا باكي بتصد الكرة. باقي أقل من دقيقة ونص والنتيجة الأهلي 19 دايناميك 24، خمسة أهداف 25 في الدقيقة 29. فرقة تقيلة بلا مبالغة، مش بقول كده عشان خاطر النادي الأهلي، لا هي فعلا فرقة تقيلة، بس النادي الأهلي أيضا عمل وجود النهاردة كبير جدا، ويكفي إنه أحرز 19 هدف في الفرقة دي. أنا أعرفها كويس قوي لأن أنا كنت حكم دولي سابق وعارف الفرق الأفريقية كويس جدا، لكن مجهود يشكر عليه، تشكر عليه بيسا وأيضا ياسر وكل الجهاز. 28 دقيقة ونص، يعني فاضل دقيقة ونص بالتمام والكمال على نهاية الشوط الثاني والمباراة. نصرة وتسديدة قوية، لكن يعني أقول إيه، كرة سهلة جدا، لكن الحمد لله بتجيب الهدف ال20 للنادي الأهلي. بتشوطها أهي، البلوك يمكن البلوك خلاها عامل الكرة باندة، والمهم دخل الجون. النادي الأهلي عمل مجهود كبير جدا في هذا اللقاء، وإن شاء الله في المباراة القادمة يكون فهم افريقيا وفهم لعبه افريقيا، لان افريقيا بتعتمد على القوه المفرطه والسرعه العاليه جدا. الكره هي قوه مفرطه والحمد لله بره، لكن الحكام حسبوها لصالح نتاشا. ياي على الوينج، ياي على الوينج، الحمد لله خارج المرمى، خارج المرمى. يلا يا غاده، يلا يا غاده، طلعت الكره. يلا يا اولاد نجيب جون، فاضل اقل من نص دقيقه، أقل من نص دقيقة. كشكوش اتزنقت في الحتة دي مع ناتاشا، لكن الحمد لله قدرت تطلع الكرة. يلا يا نصرة، ما تستنيش كتير يا نصرة، دول مش عفوا. يا را وتسديدة بشمالها، لكن خارج. سارة مش ملعب، بتسوق، بتشوت. يبدو كده ان ده الفاول الاخير، فعلا الفاول الاخير في المباراة، لان طبعا ليه شروط خاصة انه 3 متر وكل لعيبة الفريق اللي هيشوط خارج الملعب. نصرة بتشوت وبتيجي في الحائط الصد. وبكده اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي بينتهي لقاء النادي الاهلي ونادي دايناميك الكاميروني بنتيجة 20 النادي الاهلي 25 نادي الدايناميك الكاميروني. وحظ سعيد ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراة القادمة، والى ان نلتقي مع حضراتكم مرة اخرى لكم تحياتي، وانتظروا الاستوديو التحليل لمباراة الاهلي والداخلية في كأس مصر بعد نهاية مباراة السيدات بعد ان شاء الله. شكرا، وكان معكم معلقكم حسين توفيق.